جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي متهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولي منه 3 أولاد، ماذا يجب علي تجاه هذا الزوج؟ مأجورين. الواجب مناصحته إن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، وإلا فاطلب الفراق منه، ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي، لأنه كافر، حتى يتوب إلى الله. فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقين معه، أما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يجوز لك البقاء معه، بل طالبي بالفراق. نعم.